خرجنا نحن اليمنيين واليمنيات في ثورة سلمية لإسقاط نظام علي عبد الله صالح، ولهذا ندرك نحن الشباب أن إسقاط النظام لن يكتمل بمجرد رحيل صالح ونظامه من الحب، وإنما ببناء دولة مدنية حديثة تعيد لليمن أمنه واستقراره وسيادته. ومن أجل هذا عملنا نحن الشباب المعتصمين في ساحات الحرية والتغيير في كافة محافظات الجمهورية، وبالتنسيق مع شبابنا في الخارج، على صياغة وثيقة توافقية تسمى بوثيقة مطالب شباب الثورة اليمنية. فما هي هذه المطالب؟ أهم مطلب إسقاط النظام وبكل رموزه الفاسدة، ولن نترك ساحات الاعتصام إلا بعد سقوط النظام وبناء الدولة المدنية الحديثة التي نطمح إليها. تشكيل مجلس انتقالي رئاسي مدني يتولى إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية المقبلة. إعلان فترة انتقالية مدتها 6 أشهر فقط، وكي لا يكون هناك فراغ دستوري يجب إعلان بيان دستوري وحل مجلسي النواب والشورى وحل المجالس المحلية. سيقوم المجلس الرئاسي الانتقالي بتكليف شخصية وطنية، وذلك لتشكيل حكومة كفاءات هما أكثر الكفاءات المغيبة في فئة وطنية. من مطالب الشباب لضمان مرحلة انتقالية سلسة تشكيل مجلس وطني انتقالي تتمثل فيه كافة القوى الحية خاصة الشباب. سيشرف هذا المجلس على القضايا الملحة لليمن، قضية الجنوب، قضية صعدة وقضايا أخرى. سيتم تشكيل لجنة للانتخابات العليا، وسيتم تشكيل لجنة صياغة لإعداد الدستور الجديد للجمهورية اليمنية. نريد قضاء عادل مستقل، إعلام حر تعددي، هيئة مستقلة لحقوق الإنسان. ثورة الشباب ستنجح، لكن لن نتغاضى عن حقوق الوطن المنهوبة، لن ننسى أيضا المعتقلين والمخفيين قسرا، لن ننسى دماء الشهداء التي سالت على أرض هذا الوطن، سيظلون جميعا في ذاكرتنا. تحية لأخواننا في الأمن والجيش. ومطالب الشباب تتمثل في تشكيل جهاز أمن وطني لصالح الوطن وحماية المواطن، وإنشاء جيش قوي محايد لحماية هذا البلد.